خلينا نشوف هذا التقرير عن مباريات بطولة كأس العرب. 16 محترف عربي في الدوري السعودي يشاركون حاليا مع المنتخبات في بطولة كأس العرب في قطر. تتجه أنظار متابعي الكرة السعودية نحو منتخب صقور الخضر في كأس العرب فيفا المقام حاليا بالدوحة. اللاعبون الذين يلعبون في كأس العرب من الكرة السعودية ليست عناصر الأخضر فقط، فهناك لاعبون عرب يمثلون الأندية السعودية. 16 لاعبا من الدوريات السعودية يلعبون في كأس العرب، ومنتخب الجزائر أكثر منتخبات العرب احتضانا للاعبي المسابقات السعودية. 6 لاعبون من منتخب الجزائر يلعبون في 4 أندية سعودية، في ضمك مصطفى زغبة وهلال سوداني، وفي الاتفاق رئيس بورح وأيوب عبداللاوي وسفيان بن دبكة من الفتح وأمير سعيود من الطائي. في المنتخب المغربي 5 لاعبين من دوري كأس العرب محمد بن سلمان للمحترفين، كريم البركاوي ومحمد فوزير في الرائد، وعبد العالي محمدي في أبها، ومروان سعدان من الفتح، وريد أزارو في الاتفاق. في نصول قرطاج منتخب تونس يتواجد لاعبان من دوري NBS وهما سعد بقير لاعب أبها ونعيم السليتي لاعب الاتفاق. في منتخب مصر يقوده دفاعيا بالبطولة العربية لاعب نادي الاتحاد السعودي أحمد حجازي. وفي منتخب موريتانيا المشارك في المجموعة الثانية يملك لاعبين يلعبان في المسابقات السعودية، الأول محمد سالم مهاجم نادي الخلود في دوري يالو لأندية الدرجة الأولى، وإبلاي سيسي لاعب نادي الأنصار أحد أندية الدرجة الثانية السعودية. 16 لاعبا في كأس العرب مع منتخبات بلادهم يلعبون في الدوريات السعودية، وهو ما يعطي دلالة على أن الأندية السعودية باتت تركز في جودة اللاعب الغير سعودي لتحقيق أهدافها المرصودة.